سيئاتنا سيدي وأفعالنا وموبقاتنا، شوية باوع لدموعنا على أهل بيتك سيدي، باوع للزوار اللي يمشون إلكم سيدي، باوع للمواكب اللي قاعد تصيح بأسماءكم سيدي، باوع للأطفال، باوع للأرامل. احنا المذنبين شوية غض النظر عنا سيدي، أمننا الليلة على الدعاء واعذرنا سيدي، جايبين لك مصيبة هي من أثقل المصائب عليكم. فلما نوصل يم رأس الشافة يلفت النظر، الرأس السهم نابت في عينه. قالهم هذا الرأس لمن؟ يزيد قلت لك يزيد ما عنده خلفية، ما عنده ثقافة، معلومات عنده. قالوا له هذا رأس العباس بن علي. الله أكبر، السهم نابت بالعين ومكسور. هذا شاعر يوصف هاي الحالة، يا حسين طلع السهم من عيني وبهداي يا مظلوم لا تاذيني، ترى حال الموت ما بينك وما بيني. يقول لي يا عباس السهم قل لي شلون طلعه، متعادل وسطها وصعب شلعه، اريد انصب مناحة عليك. وانا شلون الحسين شافه بهالحالة هاي والسهم نابت، فوصل يزيد قالهم من هذا؟ قالوا له رأس العباس. اوه وقف هذا، شوفه يزيد المعلومة عنده. قال له كيف قتلتموه؟ عباس ما ينقتل، شلون قتلتوه؟ ما ينقتل بسهولة، مو كل واحد يقدر يقتله. قال له سيدي يا أمير قتلناه غدرا، غدرناه غدر. هاي زينب تسمع، العيال كلهم يسمعون. قال له كيف؟ قال له كنا على المشرع 4000، كشفنا بجولة واحدة، جولة واحدة كشف. قال له ثم دخل إلى المشرع وهو يرتجز وهو يقول، ملأ القربة لم يشرب الماء، ولكن كملنا له وراء النخيل فقطعنا يمينه، لما قطعنا يمينه أخذ السيف بشماله وقاتل بشماله كما يقاتل بيمينه. هاي العيال تسمع، الأطفال يسمعون موقف عمهم العباس، هذا الموقف البطولي، أبو فاضل يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين. هنا يقول لك كمن له رجل آخر اسمه حكيم بن الطفيل، ضربه على شماله فقطعها كما قطعت يمينه. هاي زينب تسمع، سكينة تسمع، كلها تسمع، الأطفال كلها تسمع، العيال. هذا عمهم أبو فاضل، هذا قمر العشيرة. قال ثم احتضن القربة وأخذ يعدو كالأسد الضار، يركض همه أن يصل الماء إلى العيال والأطفال، يريد يوصل الماء إلى مخيم الحسين، فحلنا دونه. قال ما خلينا يوصل، أحطنا به بالرمات فرشقناه بالسهام كرشق المطر، فسهم أصاب صدره، سهم أصاب عينه، سهم أصاب القربة. ثم جاءه رجل بعمود وضربه على رأسه فخر على الأرض. هنا زينب قامت قيامتها، تمنيت راعي الجود موجود. تمنيت راعي الجود موجود، موجود وترد جفوف ابو فاضل للزنود. عدك ون لابو فاضل لولا، اي والله ترد جفوف ابو فاضل للزنود. بعد ونا حتى اقرا لك المصيبه.
يقول زينب بن عباس والله منين اجيب، انا عباس والله منين اجيبه وراوي حال اخت الغريب. وينها الونة وينها؟ يا والله وراوي حال اختي يا الغريبة. احبائي اعزائي، نقرا هاي المصيبة لصاحب الزمان، وعدنا مرضى وعدنا ناس طالبين هاي المصيبة. ان شمر لعنه الله يوم العاشر رفع صوته ونادى أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته. العباس أطرق رأسه ولم يجب شمر. قال له الحسين عليه السلام أجبه وإن كان فاسقا. فلما أجابه قال ماذا تريد؟ قال أبا الفضل هذا كتاب أمان من الأمير عبيد الله بن زياد لك ولإخوتك، وهذا الأمان لك على أن تترك الحسين. فقال له أبو الفضل بعد أن دمعت عيناه لعنك الله ولعن أمانك، أتعطينا الأمان وابن فاطمة لا أمان له. رحمة الله عليه الشاعر الطيب القدير شاعر النجف حج معين السباك يوصف هذه الحالة. لما رجع أبو الفضل وصاح يا عباس ري يضلع لهون اعلى هونك اعلى هونك اشعدوا معداك وينادون وخايا واف وخاف من اخيك يفرجونك. انا لوني تغير وحق لونك لما شفتهم يحاجونك وبإمرة الجيش يواعدون. يقول يا زينب جيت ظني أين أنا روحا وعوف عضيد الحسي، وعيناج لا تنقلب صوبين انا اردها بشمال دون اليمين. يا زينب انا بدر قبت دون الحسين. اعرض حاجتك اعرضها. تقول ارد اسولف لك يا ابو فاضل عودك ليش راد امك، وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمك، انت غايت منها والهنايب ضمك. أبونا المثل هذا اليوم ضمك ظخر يا جدوم، هاي الخيل هاي القوم هذه كربلة وعادك وصيتها هاي ساعتها. اختاض وقال يا زينب شني الخيل وتهمج، أخوك وصارم بيدي وفن ليكحم خيمج، وحق الحسن يا زينب وجبده وكسر ظل امه. الله يرحم حج معين الله يرحمه. وحق الحسن يا زينب وجبده وكسر ظل امج، لخلي جموح حط الشعر وخلي كربلة تذكار، وخلي النايحة بكل دار، وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملته. تقل لنا بشيمتك لا تقول مدري 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 يا عباس يا صوان خدري. دراج دراج يا زينب وين تال الدار، دراج دراج بقت موحشة ومظلمة
دارج دارا يا عقب عباس من هو الاجا عقب عباس من هو الاجا دارا كنت مدلل وهز سبي يا كنت مدلل وهز يا إلا بالله. شوي عندنا رسالة لأبو صالح، ارفع لي إيدك بارك الله بيك، ارفع لي إيدك ونجاوب بصوت واحد أرجوكم شوية إيديكم. اللهم عجل لأبو صالح طلعته، اللهم عجل لأبو صالح طلعته، اللهم عجل ترى طالت غيبته، اللهم عجل ترى طالت غيبته. ارفع لي ايدك بارك الله.